السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البدايات بالعناوين. تحت رعاية سمو ولي العهد، المؤتمر العالمي لريادة الأعمال يبدأ أعماله غدا في الرياض. الدفاع المدني يواصل احتواء الحريق الناتج عن الاستهداف الإرهابي في جدة بأكثر من 50 فريقا ميدانيا، وسباق فورمولا 1 يسير وفق جدوله الزمني دون أي تغيير. وزارة الداخلية تضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. أحييكم. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله، تنطلق غدا فعالية المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات وفندق ريتز كارلتون بالرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN تحت شعار نعيد نبتكر نجدد. وسوف يناقش هذا المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء القادم بحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة عددا من المواضيع الهادفة إلى بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ودان فخامته خلال الاتصال الهجمات الإرهابية على أراضي المملكة واستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية. وأكد السيسي دعم وتضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة لمواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية. أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن الحوار هو الأساس لإنهاء النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا، وشدد وزير الخارجية في منتدى الدوحة على أن يعمل العالم متحداً لمواجهة التحديات، ويجب الاهتمام بشكل خاص بالمشاكل التي تواجه دول الجنوب النامية. أشار سموه إلى ضرورة الالتزام والمشاركة بين الدول في وضع الأجندة الدولية. ردا على استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين ومصادر الطاقة في المملكة، فقد أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن البدء بتنفيذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة. وقال التحالف إن العملية العسكرية سوف تستمر حتى تحقيق أهدافها، وأن على المدنيين عدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بالحديدة. وشدد التحالف على أنه سوف يتعامل مباشرة مع مصادر التهديد مجنبا الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية، مضيفا أنه مارس أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية في المملكة. وكان التحالف أكد أن الهجمات العدائية التي تعرضت لها المملكة أطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة، وأنه يراقب نشاطات مشبوهة أخرى لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة، مبينا أنه يقيم التهديدات والتداعيات والإجراءات وفق اعتبار الأمن الإقليمي والجماعي. إلى ذلك صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن الاستهداف الذي طال محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة الذي تعرضت له مساء الجمعة كان بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة المختارة في منطقة إجازان مساء أمس لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية ولله الحمد إصابات أو وفيات. وقد أعربت وزارة الطاقة عن إدانة المملكة الشديدة لهذه الاعتداءات التخريبية
التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة انتهاكا لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة ما سبق أن أعلنت عنه المملكة من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأن المملكة تشدد على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون الطيار التي تستهدف مواقع إنتاج البترول والغاز في المملكة وما يترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، الأمر الذي سوف يفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية. وشدد المصدر على أنه بات واضحا أن هذه الهجمات التخريبية الإرهابية ومن يقفون وراءها لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم. إلى ذلك، تتواصل في محافظة جدة جهود إطفاء الحريق الذي شب في محطة توزيع البترول التابعة لأرامكو، وتعمل فرق الدفاع المدني بأكثر من 50 فريقا ميدانيا وآليات ذاتية بتقنيات عالية الدقة لاحتواء الحريق مدعومة من وحدات الإطفاء بشركة أرامكو وجامعة الملك عبد العزيز. هذا ودانت عدد من الدول العربية والغربية الهجمات العدائية على المملكة، حيث أكدت مملكة البحرين أن استهداف المنشآت النفطية في المملكة تهديد لأمن واستقرار الطاقة العالمية، داعية المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام هذه الاعتداءات الممنهجة والمتكررة. ودانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي العدائي الذي استهدف المملكة وألحق أضرارا ببعض المنشآت الاقتصادية، معربة عن تضامنها التام ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة. كما دانت جمهورية السودان بأقوى العبارات استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية إطلاق المسيرات المفخخة تجاه المملكة، ما يمثل انتهاكا صارخا ويعرض حياة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر، عادة ذلك تصعيدا خطيرا يتطلب اليقظة واتخاذ كافة التدابير لردع هذه الجماعة الإرهابية. من جهته، أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابي البغيض الذي طال أمن واستقرار المملكة. كما دعت باكستان إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تنتهك القانون الدولي وتهدد سلام وأمن المملكة والمنطقة، مجددة دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وسلامة أراضيها. إلى ذلك، دانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات الحوثية على المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة، مطالبة بوقوفها واستئناف المناقشات للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل. هجمات ممنهجة رسمت طريقها نحو أراضي المملكة، والهدف تخريب الممتلكات الحيوية وترويع الآمنين في تصعيد جديد لمحاولة ضرب جهود السلام في اليمن. هجمات ممنهجة رسمت طريقها نحو أراضي المملكة، الهدف تخريب الممتلكات الحيوية وترويع الآمنين، سلسلة من العمليات الإرهابية نفذتها ميليشيا الحوثي وما تزال عن قصد، كيف لا والخادم يطيع أوامر سيده في طهران الذي يحل ويربط وهو المتحكم الرئيس في كل جريمة تطال المملكة ودول المنطقة. صواريخ إيرانية من نوع كروز تركز هدفها باتجاه محطة تحلية المياه المالحة بشكيك ومحطة التوزيع التابعة لأرامكو بجازان ومعمل الغاز المسال بمحطة أرامكو بينبع في تصعيد جديد يضرب جهود السلام في اليمن. من حاول استهداف الحرم المكي في عامين متتاليين 2016 و2017 لا يمنعه الأمر أيضا من ضرب المنشآت الاقتصادية السعودية، الله أكبر والنصر للإسلام
شعار وهم وخداع. ما دامت العقول والنوايا شر وإفساد، فكم من جرائم هم فاعلوها بحق اليمن واليمنيين، وكم من انتهاكات مقوضة للسلام في المنطقة. فلا السلم واستتاب الأمن حاضر، ولا الجهود الدولية واتفاقات الاستقرار تنفع. رغم جل ما تشهده المملكة من تعنت وعدوان حوثي، إلا أنها تمكنت من الرد على كيد الميليشيا أرضاً وجوا، بتدمير واعتراض صواريخها العابرة للحدود مرة تلو الأخرى، فضلاً عن تحييد قدراتها العسكرية وتضييق الخناق عليها في مواقع عدة باليمن. قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي جاهزية على مدار الساعة في الحفاظ على سماء المملكة وأمنها واستقرارها بكل ثبات وشجاعة. تعنى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بتأمين الحماية التامة لأجواء المملكة وأمنها واستقرارها للاشتراك مع القوات الجوية الملكية، وذلك باستخدام أحدث وسائل التقنية القادرة على إزالة خطر الطائرات المهاجمة والصواريخ المعادية عن كافة المناطق الحيوية والنقاط الحساسة التي تمثل مصادر الثروة ومختلف مراكز الإنتاج في البلاد. ولم تكتف المملكة لحماية أجوائها بشراء أحدث المنظومات، بل اتجهت إلى التصنيع المحلي لأنظمة دفاعية حديثة قادرة على التعامل مع مختلف التهديدات، وذلك ضمن مشروع توطين الصناعات العسكرية السعودية، إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، مسطرين بذلك بطولاتهم عبر سماء المملكة بصحبة أبطال القوات الجوية على مدار الأعوام الماضية وحتى اليوم. هم من يديرون شبكة الصواريخ والرادارات التي تغطي سماء المملكة. حرمت القوات السعودية أعداءها من اختراق أجوائها قبل أن تحرمهم اختراق شبر من أراضيها، فالمملكة اليوم تصنف دفاعاتها الجوية ضمن أوائل الدفاعات الجوية العالمية والعربية. وللحديث أكثر حول استمرار الإرهاب الحوثي باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية في المملكة، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف. مرحبا بك دكتور عبد الله. بداية، المملكة حملت العالم مسؤولية حماية إمدادات الطاقة العالمية بعد أن كانت اللاعب الأساسي في استقرار سوق الطاقة طوال هذه السنوات الماضية رغم كل الظروف. السؤال، ما هو تحليلك لهذا التوجه؟ أولا، السعودية بالمناسبة بصفتها هي الفاعل الرئيس في أسواق الطاقة، وبصفتها واحد من كبار المنتجين في العالم، عملت ولسنوات طويلة جدا على أن تكون هي ضابط إيقاع أسعار النفط، هذه السلعة الحيوية، بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وبما يعود أيضا على عجلة الاقتصاد العالمي بالإيجاب. هذا أولا. وثانيا، السعودية هي أحد العشرين الكبار رسام الصناعة الاقتصادية في العالم، وهي حريصة على إعادة مرة أخرى دوران عجلة الاقتصاد العالمي بعد أن تباطأت كثيرا خلال جائحة كورونا. ثالثا، وهذا هو الأهم، وهو انطلاقا من السياسة الحكيمة لقيادة المملكة العربية السعودية وحرصها على العمل من أجل الصالح العام، ليس فقط من أجل صالح المملكة العربية السعودية، بل لأجل الصالح العام في كل مكان في الدنيا، ومن مصلحتنا نحن في المملكة العربية السعودية كأكبر بلد منتج ارتفاع هذه الأسعار. لكن مرة أخرى، السعودية دائما ما تنظر بالعين المسؤولة للمنتج والمستهلك، وأيضا المستهلك النهائي للسلع الذي ربما تتضاعف عليه الأسعار ولا يستطيع شرائها، وهذا يعود بالسلب أيضا مرة أخرى على عجلة الاقتصاد العالمي. مرة ثالثة، مهم جدا، السعودية إلى سنوات طويلة هي الوحيد، تكاد تكون الدولة الوحيدة المدافع عن هذه السلع الحيوية، تسعى دائما لأن تكون الممرات المائية آمنة، حافظت على قدر المستطاع أن تفتح أسواقها وأن تفتح مخازنها عندما أعطبت محطة أرامكو باعتداء إرهابي مماثل قبل عامين. وسيطرت السعودية على ذعر الأسواق العالمية من ارتفاع سوق أسعار النفط. في هذه المرحلة العالم أيضا يمر بأزمة طاقة، وهذه الأزمة ستنفلت وستجعل الأسعار في غاية الارتفاع، بل جنونية جدا. ولذلك السعودية من موقع مرة أخرى ريادتها لهذه السلع الحيوية حذرت العالم قبل
قبل أكثر من أسبوع أو 10 أيام، وحذرته قبل يومين أو 3 أيام، والعالم لم يكن مسؤولا ولم يمارس صلاحياته ولم يمارس مهامه في جعل هذه السلعة الحيوية آمنة ومستقرة من أجل مصالحه أولا ومن أجل الصالح العام ثانيا. صحيح. كيف يمكن لإيران وهي الدعم الأساسي للإرهاب وهو إرهاب الحوثي أن تستفيد من هذه الزعزعة وهي زعزعة واستقرار سوق الطاقة العالمية؟ شكرا لك على هذا السؤال أولا. وثانيا، اليوم إيران تسعى إلى إعادة تأهيلها من أجل أن تملأ الفراغ في أسواق الطاقة، ولذلك هي تسعى لإثارة الكثير من المشكلات في سوق الطاقة، ومنها أيضا الإضرار بأحد كبار مصدري الطاقة وهي المملكة العربية السعودية، حتى يضطر العالم لأن يفتح أسواقه لمنتجات الطاقة الإيرانية. لكن سيدتي الكريمة، الأمر اليوم أكبر من إيران. أنا في اعتقادي أنه اليوم رغم الخبث الإيراني ورغم سوء إيران، إلا أن اليوم ما يمس المملكة هو أبعد من إيران. أسواق الطاقة اليوم ليست في أفضل حالاتها، هناك اهتزازات في هذه السلعة الحيوية، هناك أزمة عالمية. أنا أعتقد أن الأمور وخلط الأوراق يجب أن ننظر إليها من أكثر من زاوية. نعم، على ذكرك لخلط الأوراق، هذا يجرني إلى سؤال مهم، وهو كيف يمكن للدول الغربية وفي ظل انشغالهم بالأزمة الأوكرانية كما تعلم، وأيضا يعلم الجميع، المساهمة في تحييد العدوان الحوثي، أم أن الحل بيد مجلس الأمن الدولي؟ مجلس الأمن الدولي هو المعني ولديه القوة ولديه الفصل السابع، ومجلس الأمن هو يخيف الدول، ولكن لماذا لا يخيف هذه الميليشيا الإرهابية؟ هنا تثار كثير من علامات الاستفهام. أي دولة في العالم تخاف من مجلس الأمن مهما كانت قوتها، لكن هذه الميليشيا لا تخشى مجلس الأمن لأنها وجدت ضوءا أخضرا من هنا ومن هناك. دعيني أتحدث بكل صراحة، أنا أتحدث تفضل. اليوم دفاعا عن وطني وعن بلدي، ولا يمكن أن أتحفظ بكلمة من الكلمات. هذه الميليشيا الحوثية هي مدعومة اليوم من قبل مجلس الأمن، من قبل الأمم المتحدة. صمت الأمم المتحدة، صمت مجلس الأمن عن تنفيذ القرار الأممي 22/16 يجعلهم شركاء لهذه الميليشيا الإرهابية. هناك قرار أممي أصدر 22/16 فيه بنود كثيرة جدا جميلة ومثالية، تجرم وتحرم وتعاقب من يدعم الحوثي بالخبراء وبالأسلحة وبالرجال وبالعتاد وبكل شيء، ومع ذلك أصبح حبرا على ورق، أصبح رمزيا، وأصبح الحوثي هو أول من يسخر من هذا القرار وممن أصدر هذا القرار. للأسف الشديد. إذن خلاصة القول، هذه الهجمات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا يعرض حياة المدنيين وأيضا المنشآت المدنية للخطر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف على كل ما قدمته لنا من معلومات وإيضاحات، شكرا لك. إشارة إلى العملية العدائية التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بجدة، أوضحت شركة رياضة المحركات السعودية بأن البرنامج الزمني لأحداث وفعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 المقام حاليا على حلبة كورنيش جدة يسير وفق الجدول الزمني المعد له دون أي تغيير، وأن كافة التدابير الأمنية لسلامة المشاركين والمتسابقين والزوار التي تم اتخاذها لإقامة هذا السباق سلفا تجري بالشكل الاعتيادي. مستمرون معكم في هذه النشرة ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم من جديد. حدثت وكالة التصنيف الائتماني S&P نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية. وفي الوقت ذاته أكدت تقييم الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، تعكس هذه التوقعات الإيجابية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة كوفيد-19. إضافة إلى تطورات قطاع النفط واستمرار برامج الإصلاح الحكومية، كما توقعت الوكالة مواصلة المملكة على المدى المتوسط سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيدا عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية.
حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعا لأكثر من 50% ومن الناتج المحلي الإجمالي عن السابق. وجاء تعديل وكالة S&P للنظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة تأكيدا على فعالية الجهود والإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية تحقيقا للمستهدفات رؤيتها 2030 التي انعكست بشكل إيجابي على السياسة المالية. استقبل فخامة الرئيس سيريل راماپوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان والوفد المرافق له، ونقل معالي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة. جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ جامع الاستقلال بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا ضمن برنامج زيارته الحالية التي جاءت بناء على الدعوة المقدمة له من وزير الشؤون الدينية بجمهورية أندونيسيا الأستاذ ياقوت خليل قوماس. ونوه وزير الشؤون الإسلامية بأن المسلمين ارتضى لهم الله تعالى الإسلام دينا وعقيدة وأمرهم أن يكونوا رحماء فيما بينهم. وأكد للشيخ خلال كلمته أن مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم في المدينة المنورة الذي كان في السابق يطبع حوالي 8 ملايين نسخة من القرآن الكريم ويوزع على المسلمين في العالم، يطبع حاليا 20 مليون نسخة من القرآن الكريم لتوزيعها في الحرمين الشريفين وعلى جميع البلدان. كما رعى دولة نائب رئيس جمهورية أندونيسيا الحاج معروف أمين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أمس الحفل الختامي لمسابقة الأمير سلطان ابن عبد العزيز رحمه الله لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها 14 في جمهورية أندونيسيا. وشدد وزير الشؤون الإسلامية على ضرورة أن يتحلى أبناء وبنات المسلمين بالأخلاق الفاضلة وأن يصبروا ويكونوا دعاة خير وسلام ومحبة وأن يسيروا على المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وهو منهج الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف. وفي ختام كلمته قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شكره وتقديره للقائمين على المسابقة والمشاركين فيها، كما قدم التهنئة للفائزين من البنين والبنات. واشتمل حفل المسابقة على كلمات وقراءات متنوعة للمتسابقين، فيما كرم الوزير الفائزين والفائزات بالمسابقة والتقطت الصور التذكارية مع المتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم. أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة، وأن طيران التحالف استهدف طائرات مسيرة مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء صليف، مشددة على إخراج ميليشيات الحوثي الإرهابي الأسلحة من المواقع المحمية وأولها كان مطار صنعاء الدولي. وبهذا فإن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريا. وأكد التحالف أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي. أما الآن ننتقل وإياكم إلى مراسلنا خالد مطرفي من أمام أحد المنشآت النفطية في شمال محافظة جدة. مرحبا بك خالد، إذا تكرمت لتنقل لنا الصورة لديك حول استمرار فرق الدفاع المدني في إطفاء هذا الحريق الناجم عن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو. نعم
نعم أهلا منى، تحية طيبة. لعل الصوت كان يقطع قليلا، لكن الأجواء كما تشاهدين، نحن بجانب حلبة السباق في مدينة جدة، وأيضا نرصد معكم من خلال القناة الآن توافد الزوار، ولعل زميلي المصور يأخذ الصورة على الأعداد التي تحضر الآن استعدادا لفعاليات اليوم الثاني من سباق الفورمولا. بالأمس انطلقت الفعاليات باختبار حلبة السباق، واليوم بتحديد المناطق في السباق، وغدا السباق الكبير الذي يقام هنا في جدة، عروس البحر الأحمر، وبالتحديد على كورنيش جدة. نجد الآن الزوار منى من جميع الجنسيات يحضرون إلى التوافد على حلبة كورنيش جدة، أيضا من البوابة الرئيسية نجد الجميع من كل الجنسيات، الكبار الصغار يتوافدون هنا على الحلبة لمشاهدة الفعاليات الخاصة بالسباق، وأيضا لمشاهدة السائقين المتواجدين هنا للسباق اليوم الغد في فورمولا 1. الجميع منى كما تشاهدين والصورة تنقل خلفي، الحركة المرورية تصير بانسياب بسهولة أيضا، و على جميع المارين من هنا من هذا الطريق. لا تدخل كل السيارات إلى هنا، هناك تنظيم مخصص لدخول الزوار من خلال إيقاف سياراتهم في مناطق بعيدة، ثم ركوبهم إلى الباصات، ثم توجههم إلى منطقة الدخول هنا. نعم أشكرك على هذه الخلاصة خالد، ولكن يبدو أنك لم تسمع سؤالي الذي طرحته في البداية، وهي إلى أين وصلت، وأيضا أنقل لنا الصورة لديك حول استمرار فرق الدفاع المدني، إلى أين وصل الإطفاء وفرق الدفاع المدني؟ نعم الزملاء هناك بجانب المنشأة النفطية يعملون على مدار الساعة لتغطية الحدث. السحب الدخانية بدأت تتراجع شيئا فشيئا، والعمليات مستمرة، الدخان مستمر منذ 20 ساعة، لكن الجميع يعمل على قدم وساق للسيطرة على المتبقي من هذا الاستهداف الغاشم من الحوثي. ولكن في الجانب الآخر نحن ننقل الاستمتاع وأيضا البهجة التي تحضر على جميع الزوار الحاضرين إلى حلبة الكورنيش من جميع دول العالم منى، وإن كانوا صغارا أو كبارا لديهم هنا كل ما يريدوه هنا في حلبة السباق لقضاء يومهم بكل سعادة وفرح في مدينة جدة. شكرا. وهو الحاصل في جميع مناطق جدة، سواء جنوبها أو شمالها أو غربها أو شرقها. شكرا جزيلا لك خالد مطرفي على هذه المشاركة. ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع أكثر من 13800 مخالف. أوضحت وزارة الداخلية أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 175 شخصا، وضبط 45 شخصا لمحاولاتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، كما تم ضبط 16 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة والتستر عليهم. وأضافت وزارة الداخلية أن إجمالي من يتم إقطاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 100,000 وافد مخالف، كما تم إحالة أكثر من 90 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1973 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8786 مخالفا. تخفيف الإجراءات الاحترازية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، والذي لديه نحو 45 وجهة داخلية وخارجية، إضافة إلى نحو 37 شركة طيران. للمزيد ينضم معنا من مطار الملك فهد الدولي مراسلة أخبار السعودية الزميلة أنفال الحارثي. مرحبا بك أنفال، كيف رصدت حركة المطار اليوم، وما هي الإجراءات الاحترازية؟ آه
نعم منى، أنا الآن في مدينة الدمام وتحديدا من مطار الملك فهد الدولي. هذا المطار الذي افتتح في أكتوبر عام 1999 ويعتبر ثالث أكبر مطار في المملكة العربية السعودية من حيث عدد المسافرين، حيث يبلغ عدد المسافرين قبل جائحة كورونا 10.5 ملايين سنويا مسافر، وحاليا هنالك يعني سنويا 6 ملايين مسافر سنويا. هنالك حركة كبيرة في هذا المطار، وإجراءات الاحترازية في هذا المطار هي منذ أن دخلت هناك إبراز تطبيق إبراز توكلنا عند الدخول، إضافة إلى التزام بارتداء الكمام في الأماكن المغلقة وعند ركوب الطائرة، ولم يعد ضروري فحص البي سي آر للقادمين للمملكة. أما بالنسبة لتأمين كورونا للأطفال مطلوب عند السفر خارج المملكة. وبالنسبة للإجراءات في الأماكن يعني عند ركوب الطائرة هنالك التزام بارتداء الكمامات، ومعدل الرحلات اليومية الداخلية والخارجية في المطار تصل إلى نحو 200 رحلة يومية هنا في هذا المطار. نعم. والسفر للسعوديين لجميع الدول ما عدا الدول المعلق السفر إليها هناك حركة كبيرة، ويقدم هذا المطار العديد من الخدمات، ولكن من الخدمات التي يعني جذبتني وأعجبتني في هذا المطار وابتدأت من مطار الملك فهد الدولي، اللي هو تطبيق إشارة لفئة الصم، وهو هذا يعني التطبيق يعني يساعد فئة الصم في أن يتمكنون من الحديث مع المسؤولين في المطار والعاملين في هذا المطار. إذن هذا كل ما لدي. شكرا جزيلا لك أنفال الحارثي على هذه المشاركة. أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحدي هلالثون الذي يستمر على مدى يومين بمشاركة عدد من الجهات بهدف دعم الابتكار وتطوير وتحسين خدمات الإسعاف في المملكة. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عبد العزيز الصوينع إن الهيئة تأمل من خلال هذا التحدي إيجاد حلول إبداعية تسهم في إحداث نقلة نوعية بقطاع الإسعاف في المملكة والارتقاء بخدمات عبر مزجها بمزيد من الابتكارات والأساليب التقنية، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في هذا التحدي تجاوز 120 مشاركا ومشاركة. في مدينة رأس الخير الصناعية تم وضع حجر الأساس لإنشاء مشروع شركة طويق للصب والطرق، والذي سوف يساهم في توطين كثير من الصناعات التي تؤمن المعدات الأساسية للمصانع في مجال النفط والغاز وتحلية المياه، بالإضافة إلى تأمين سلاسل الإمدادات لهذه المنتجات. بحجم استثمار يقدر ب3.5 مليارات ريال وإنتاجية تبلغ 65,000 طن سنوياً، وضع حجر الأساس لمشروع شركة طويق للصب والطرق بمدينة رأس الخير الصناعية في المنطقة الشرقية، وهو مشروع مشترك بين شركة دوسر وأرامكو السعودية ودوسان للصناعات الثقيلة، يهدف إلى تشكيل المعادن وصب الأجزاء الفولادية الأساسية للساحة البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية. تخصص طبعا المشروع في الصب والطرق، نتوقع إن شاء الله الفرص الوظيفية تكون تقريبا حوالي 1400 وظيفة، وراح يكون بإذن الله تعالى بداية تشغيل المشروع في بداية 2025. طبعا المشروع راح يكون ممكن لصناعة السفن في الصناعة والصناعات البحرية. يعد مشروع شركة طويق للصب والطرق الأول من نوعه في المملكة، الذي يهتم بالإنتاج الصناعي الساحلي، وسيوفر ما يقارب 1400 فرصة وظيفية تستهدف الشركة من خلالها نسبة سعودة أكثر من 50%. محمد الحمادي، مدينة رأس الخير الصناعية. أقامت جامعة حفر الباطن ملتقى الاستثمار الأول لعرض الفرص الاستثمارية المنوعة لديها، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. نتابع.
حراك ملحوظ بدأته جامعة حفر الباطن لبحث فرص الاستثمار بتنظيمها ملتقى عرض الفرص الاستثمارية الأول في الجامعة بهدف استعراض هذه الفرص من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. الفرص الاستثمارية اليوم اللي طرحت أفكار واقعية وبنيت عليها بعض بناء على ورش عمل سابقة لها واستطلاعات رأي وكذا، وبناء على ما شاهدناه في الجامعات الأخرى والجهات الأخرى. طبعا مشاريع مختلفة متباينة، في بعضها مشاريع قد تكون قريبة المدى وقصيرة المدى وبعضها بعيدة المدى، لكن إن شاء الله المأمول أنه نجد أنها ترى النور أقل شيء في القريب المنظور. أهم ما ركز عليه الملتقى الميزة النسبية لحفر الباطن التي جعلتها محط اهتمام المستثمرين لما تملكه من كثافة سكانية ومعدل نمو وموقع استراتيجي يقع على تقاطع طريقين دوليين، إضافة لاحتوائها على أكبر قاعدة عسكرية. إن اليوم حفر الباطن حقيقة مدينة تضاهي مدن يعني كثيرة، ولا أخفي سراً أنه اليوم ترى حفر الباطن من أقوى المدن السعودية قوة شرائية، فهي فرصة للمستثمرين. إحنا إن شاء الله يعني مركزين في الفترة القادمة، ونعتقد أنه اليوم هي مسألة يعني انتهاز فرص اليوم، يعني لأن أعتقد أنه السنوات القادمة ستشهد تطور كبير. في هذا الملتقى جرى استعراض أمثلة لفرص استثمارية في عدة مجالات، وكذلك تضمن ورشة عمل لمناقشة الفرص في الجامعة وتفعيلها. وزير هرميح حفر الباطن. يهدف أسبوع البيئة والذي انطلق قبل عدة أيام في كافة مناطق المملكة تحت شعار بيئتنا مسؤوليتنا، يهدف لرفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة ومسؤولية الفرد للمحافظة عليها. حدائقنا مسؤوليتنا مبادرة أطلقتها بلدية محافظة النماص للعناية بالغطاء النباتي، وبالتزامن مع أسبوع البيئة، وذلك بحضور سعادة محافظ النماص ومدراء ورؤساء الدوائر الحكومية في المحافظة. مبادرة حدائقنا مسؤوليتنا بالتزامن مع أسبوع البيئة، هذا الأسبوع الذي تحتفل به كل الجهات الحكومية. الهدف من هذه المبادرة التي تم إقامتها اليوم والتوعية بأهمية البيئة بشكل عام والمحافظة على الحدائق والمنتزهات بشكل خاص. شارك معنا عدد كبير من المتطوعين، قام المتطوعين بتنظيف الحديقة والتشجير، وكذلك حضروا ورشة بسيطة توعوية عن أهمية البيئة وأهمية المحافظة عليها. شارك في هذه المبادرة عدد من الكليات والجهات التعليمية والفرق التطوعية في المحافظة، حيث قاموا بأعمال النظافة في العديد من الحدائق وتشجير عدد من المواقع العامة. سعدنا اليوم بلقائكم وشكرا لكم على الاستضافة. تلقينا دعوة كريمة من سعادة محافظ النماص لإقامة مناسبة وأنشطة بمناسبة أسبوع البيئة، وتشدد يعني الكلية التقنية بالنماص على المشاركة الفعالة في المجتمع المحلي والمناسبات المختلفة. تهدف هذه المبادرة على نشر التوعية لدى أفراد المجتمع والحفاظ على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. يعد سوق الجنابي أحد أشهر وأهم الأسواق الشعبية في نجران، التي تتميز بصناعة الخنجر الذي يعد من أبرز الصناعات التقليدية في المنطقة. هنا في سوق الجنابي بمنطقة نجران يعيش العم محمد بين هذه الجنابي والخناجر والسيوف منذ أكثر من 50 عاما. أنا بدايتي في الجنابي من عمري يمكن 18-20 سنة، والجنابي والتراث بصفة عامة رغبة لي، وأحب التراث وجمع التراث، وأحب الجنابي والخناجر. التجارة ليست هي من تحدد بقاؤه في دكانه الصغير لأوقات طويلة، ولكن الفيصل في ذلك شغف وهواية. أنا ما أعتبر أني في المجال هذا أبغي تجارة، أبغي أحيي الموروث، موروث المنطقة والجنابي هذه والخناجر هي لي هواية. الجنبية تمر بعدة مراحل قبل اكتمالها،
ومن ثم لبسها والتفاخر والتزين بها. الجنبية البداية في الراش، عندما يجهز الراش نجيب السلة ويركب السلة، وبعد كذا نوديها لصاحب الفضة يركب لها خطمة، بعد كذا نوديها لصاحب الذهب يركب لها جنيهين، وبعدها نوديها للخراج يصلح لها الغلاف هذا، وبعد كذا تكون جاهزة لللبس. حدب الظهور اللي تقص العظام يقضي بها الديان تالي ديونه. يعد الخنجر النجراني رمزا تاريخيا وموروثا اصيلا لاهالي منطقه نجران، حيث كان سابقا يستخدم سلاحا للدفاع عن النفس، اما الان فهو مصدر للفخر وزيا تقليديا يتوارثه جيل بعد جيل. خالد التميمي، نجران. مستمرون معكم في هذه النشرة ولكن بعد هذا الفاصل. يعكس قوة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يمتلكه ومن قيمة فنية ساهمت في رفع التنافسية بين الفرق، وذلك بعد تألق بعض أجانب الدوري الذين صنعوا الفارق مع منتخباتهم في تصفيات كأس العالم والكؤوس القارية لبلدانهم. لم يشهد الدوري السعودي منذ فترة طويلة أن جمع عددا من اللاعبين الأجانب الذين يصنعون الفارق بأنديتهم ومنتخباتهم، إلا أن تألق بعضهم مع منتخباتهم يعكس قوة الدوري السعودي، خصوصا مع زيادة اللاعبين الأجانب إلى 7. ففي الهلال على سبيل المثال أندريه كاريو وكويبا لاعب الفتح قد صنعا الفارق مع منتخب بلادهم في تصفيات كأس العالم الأخيرة، وكذلك لاعب الاتفاق نعيم سليتي وآخرون قدموا مستويات متميزة مع منتخباتهم. وفي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم نجح المقدوني ترايكوفسكي لاعب فريق الفيحاء في تسجيل هدف الانتصار الحاسم لبلاده أمام إيطاليا في الملحق ليقضي بذلك بطل أوروبا. يأتي ذلك لما يمتلكه الدوري السعودي من قيمة فنية ساهمت في رفع التنافسية بجودة عالية استطاعت من خلالها الأندية المتوسطة أن تنافس الأندية المتقدمة صاحبة القيمة المالية العالية. أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة جدة، حيث أقدم محمد بن عبدو بن أحمد درويش سعودي الجنسية على خطف فتاتين وفعل الفاحشة بهما بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه فقد تم الحكم بقتله تعزيرا. كما نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في محافظة جدة، حيث أقدم عبد الله بن طاهر المرغلاني سعودي الجنسية على قتل ابنته وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات وإشهار السكين على جدة المجني عليها مما تسبب في وفاتها. كما نفذت وزارة الداخلية أيضا حكم القتل تعزيرا على الجاني سعيد كريم محمد ميانماري الجنسية لإقدامه باستدراج عدة أطفال وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة، ووزارة الداخلية تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو ينتهك أعراضهم. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية
على أجزاء من مناطق تبوك المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم الرياض الشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. تذكر بهم العناوين. تحت رعاية سمو ولي العهد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال يبدأ أعماله غدا في الرياض. الدفاع المدني يواصل احتواء الحريق الناتج عن الاستهداف الإرهابي في جدة، وسباق فورمولا 1 يسير وفق جدوله الزمني. وزارة الداخلية تضبط أكثر من 13,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. وصلنا إلى الختام، تحية طيبة، السلام عليكم.